السلام عليكم، ازيك يا دكتور؟ ازي حالك؟ يعني البقرة ما دام عايشة 24 ساعة بعد الحرق، من 24 ساعة ل 48 ساعة، يعني الحمد لله عايشة، يبقى حالتها برونوزس ان شاء الله كويسة، نسبة الحروق يعني مش ما هياش عالية قوي زي ما انا حتى شايف في الفيديو كده. الحل بقى معاها ان اهم حاجة نديها محاليل عشان بيحصل جفاف، نعلى لها محاليل، ولو أكلها ضعيفة ولا حاجة نديها جلوكوز وريدي 25%، أفضل مضاد حيوي ومضاد التهاب ويساعد على التئام الجرح الحروق، يعني أفضل حاجة عسل النحل، عسل الأبيض بيدهن مرتين في اليوم، عسل على الأماكن المحروقة دي، بفضل الله إن شاء الله خلال أسبوع هتكون كل الحروق دي التأمت وخفت، وأوفر من أي مضاد حيوي هتجيبه تقعد تدهن الأجزاء الكتيرة دي وأسرع. يعني ده حاجات أبحاث عملناها، كنا بنقارن بين الحرق وبين الجرح اللي بيعطاه مضاد حيوي مرهم أو عسل نحل، ونفس الكلام في بالنسبة للحروق. طبعا تدي فيتامين ألف دلتا ثلاثة حقن ومقويات وكده، وإن شاء الله ربنا يشفيها إن شاء الله. في عين ظهر إن الحرق وصل ليها وكده، فدي بقى حسب درجة الحرق، يا إما تكون ما عادتش بتشوف بيها، أو لو هي التهاب ممكن تحط برضو محلول مخفف من عسل النحل في العين كقطرة، أو تجيب مضاد التهاب مرهم ومضاد حيوي تدهن بيها العين، ده إذا ما كانش أثرت على العين نفسها.